والآن من بغداد مشاهدينا ينضم إلينا الخبير القانوني السيد علي التميمي. أهلا بك سيد علي، يعني بداية هل لك أن تتحدث لنا بشكل قانوني عن أوامر الغيار؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحييك أستاذة والسادة المشاهدين، شكرا على الاستضافة، وأحيي الأستاذ جمال الكربولي على هذه التغريدة القانونية الرائعة التي تدل على الحرص على المال العام، وأيضا التفاتة جميلة لم يلتفت لها أحد، وهذه هي طبيعة الدكتور جمال، الرجل الشريف والحريص على المال العام. طبعا هذه الأوامر، أوامر التغيير وأوامر الإضافة، هي عادة ما تكون بشكل بسيط. التغيير ابتداء يكون عندما الجهة المتعاقدة تكلف مقاول معين لتنفيذ مشروع معين، تقوم بتغيير في بنود هذا العقد بشرط أن لا يزيد عن 20% من قيمة هذا العقد. هذا يسمى التغيير، وهذا التغيير أو كما سموه الإغيار هو يجب أن لا يؤثر على طبيعة العقد، لا يزيد أيضا من شروطه، ما يزيد عن التخصيص المالي المخصص لهذا المشروع. وأيضا تعرفين حضرتك يوجد مقاول يقوم بالتنفيذ، يجب أنه يطلع المقاول على ذلك، لأنه المقاول يحتاج إلى المال للتنفيذ. هذا يسمى التغيير في العقود. أما الإضافة في العقود، فالإضافة أيضا وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لعام 2014، وأيضا شروط المقاولات الهندسية، هي تقول بأن هذه التغييرات أو اللواحق التي تحصل يجب أن لا تكون بها إضافات تؤثر على التخصيصات المخصصة لهذا المشروع أو تكون زيادة. طبعا أستاذة هذا موضوع خطر وخطر جدا، وبه خيوط فاصلة دقيقة لا يعرفها إلا المتبحر كثيرا في العقود. لهذا الشيء الخطر عندما يكون تلاعب بهذا الأسلوب القانوني يعني الزيادات، هذه الزيادات قد تكون ملايين الدولارات بحجة هذا التغيير والإضافة. من الذي يكشف ذلك؟ من الذي يفك طلاسم هذه القضية أستاذة؟ طبعا الآن يعني بدأت الحكومة الجديدة، الأستاذ محمد السوداني بدأ يفتح الملفات القديمة، وهذه الجرائم وفق القانون الجنائي ما تسقط بالتقادم أو مضي المدة. وأنا برأيي مكافحة الفساد السابقة هي أفضل من المكافحة اللاحقة السابقة، لأنه هذه العقود أستاذة ممكن أن تفتح وتدقق بشكل دقيق، ومعرفة هذه التغييرات الحاصلة فيها. نعم يعني سيد علي، إذا هذا الموضوع هو أصبح باب للفساد، وهل إنه المقاول في ظل التلاعب على القانون؟ طبعا أستاذة أكيد، يعني هو يعني مثل هكذا تغريدات مثل هكذا يعتبر إخبار، أنا برأيي إلى الادعاء العام، إلى هيئة النزاهة، لأنه لو رجعنا القانون الادعاء العام رقم 49 لعام 2017 بالمادة 2 والمادة 5، الادعاء العام هو مسؤول عن المال العام، متابعة الجريمة، إقامة الدعوى بالحق العام، هذه المادة 5 تنص على ذلك. فهذه التغريدة وشبيهاتها من الناس الشرفاء هي إبلاغ تعتبر للادعاء العام، يجب أن يفتح تحقيق وفق قانونه في هذه العقود وتدقيقها تدقيق منظم واستعانة بخبراء ومهندسين، لأنه طبعا هذه العقود أستاذة ترتب عليها تنفيذ وترتب عليها مشاريع. نعم. وهنا أركان الجريمة، هل متحققة؟ هل المقاول مسؤول يعني شريك في هذه الجريمة
التي يعني حصلت في أمور التغيير والإضافات والاستثناءات واللواحق في العقود؟ هل تم تطبيق قانون تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لعام 2014 بمندرجاته، اللي هو ينظم لجنة فتح العطاءات، لجنة تحليل العطاءات، الأعمال المماثلة؟ طبعا هذه كلها شروط العقود، هي من أخطر الأشياء بالنسبة للاستثمار وبالنسبة للتنفيذ وبالنسبة للمهندسين. نعم. وبالنسبة يعني سيد علي، وبالنسبة للجهة رئيس الإدارية، الوزراء تقدم وتعهد بجملة من المواضيع خاصة فيما يخص موضوع الفساد، محاربة الفساد والقضاء على الفاسدين، كيف يمكن حل هذا الموضوع؟ والله شوف أستاذة، يعني هو الرجل السوداني محمد الشاع السوداني معروف بحنكته ومعروف بأخلاقه العالية، هو مقدم على هذا الفساد اللي يطلق عليه كما أطلق عليه الأستاذ برهم صالح في الجمعية العامة للأمم المتحدة في كلمته هناك جرائم ضد الإنسانية، وأيضا أطلقوا عليه جائحة الفساد. أتفق تماما، لأنه هذا الفساد هو لا يضر فقط أشخاص محددين، يضر المجتمع، يقتل المجتمع، له تأثير بالغ على الاقتصاد وعلى المشاريع، على الأطفال، على المستقبل. لهذا فعلا هي جرائم ضد الإنسانية، وهذه الجرائم طبعا أستاذة كما قلنا لا تسقط بالتقادم، ممكن أن تثار في أي وقت من الأوقات. وبرأيي مكافحة الفساد السابقة هي أهم من مكافحة الفساد اللاحق، لأنه السابق يعني كما يقول دفن، لكنه مدفون قابل للنبش، قابل للحفر. لهذا هذه الجرائم، هذه الأموال أستاذة هي تمس الشعب العراقي، أموال الشعب العراقي، ليس فقط الأموال في الداخل، هناك 350 مليار دولار مهربة إلى الخارج وموجودة في البنوك الأجنبية، يحتاج إلى حملة كبرى لاسترداد هذه الأموال كما عملت الدول في سنغافورة، في بيرو، في نيجيريا، في الفلبين. نسقوا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة 2003 واسترجعوا هاي الأموال. أما الأموال اللي بالداخل فممكن الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة بموجب المادة 121 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ممكن أيضا منع سفر المتهمين. هذه كلما كانت شغالة ودعم القضاء من قبل الإعلام، من قبل الشعب، من قبل الشخصيات المحترمة كالدكتور يعني سيد علي، سياسيون أكدوا أن الفساد من جراء أوامر الغيار والعقود الاستثنائية يعني تفوق بشكل كبير سرقة الأمانات المالية، ما رأيك تجاه هذا الملف؟ والله يا أستاذة يعني كل شيء متوقع في العراق. إذا كان هناك مليارين ونصف مليار دولار تسرق بهذه الطريقة وبهذا الاحتيال وبهذه الحيل حقيقة، اللي يعني إحنا كقانونيين نعرف هذه المخالفات ونعرف أنه مسألة الودائع بالضرائب وكيف يتم إيداعها، وهي كتأمينات لحين إتمام المعاملة والصكوك والعقوبات، لكن الناس العاديين لا يعرفون هذه الأساليب. مثل هكذا أشوف أستاذ. نعم سيد علي. طبعاً في القانون الجنائي لا توجد جريمة، لا توجد جريمة الصورة كاملة. يبدو أن الصوت أصبح غير واضح. وإنما توجد جريمة محبوكة ولهذا. نعم سيد علي نعتذر، الصوت غير واضح. شكرا لك لانضمامك معنا الخبير القانوني علي التميمي، شكرا لك.